حنا جاو عندنا السلطات قال لك هذه البركه هذه اللي دايرين ما نفعل والو، يعني نمشيو نشوفوا واحد المأوى نكونوا فيه واحد شهر ولا شهرين حتى ثلاث شهور. ما عندناش حنا اسمعني، نمشيو واحد عباد الله خلينا نحيدوا. قلنا لهم ما اسمعني، حنا قلنا لهم ما عندناش، قال لك حوايجهم راه تكلفوا بهم كاملين. انتوما سيروا عند الناس اللي عندو شي رحيل راه تكلفوا بهم، هما قالوا لهم سيروا شوفوا شي مأوى وقدوا دوسياتكم وجيو عندنا. اللي عنده استفاده ويستحق استفاده راه ديالو، ما كاين اللي غادي يحيدها ليه. ابتداء من نهار الاثنين الناس يقادوا الدوسيات ديالهم باش يكونوا استفادتهم، حيت اصلا سدوا لهم ديال الحيط ديالهم استفاده، راهم عيطوا استفادتهم. اللي عنده رزقه راه يدخل لهذيك الساعه، اللي ما عندوش رزقه راه يوقفوا معاه تيدخل البنكه. حنا مهما حطينا هنا حتى ما عندناش، واللي كيقول ما عنديش كاع راه ما عندهم هما كيديروا ليه، حيت ما يمكنش. هادشي اللي قالوا اللي ما عندوش نهائيا ما عندهم كيديروا ليه، حيت هما مول الملك اللي عنده الملك راه عنده حقه، والكاري عيعطيو استفادته، واللي ما عنده والو راه ما عنده والو. حيت دابا راه بصح ليت حنا علاش غوتنا النبت الاولى وداك الشيء على حقنا، وراه ولاو ناس كاع ما متضرين وجاو عندنا باغيين تما يتداخلوا معانا. هادشي علاش داروا لينا هاد الحل هذا باش نحيدوا من هنا، كيجيو من مناطق باش يتعرف اللي هو حق الاستفاده واللي هو غير جاي عشوائي. دابا حنا غنحيدوا من هنا واللي مضرور غيمشي للمقاطعه ياخذ حقه، حيت ولات مخلطه كلشي ولا باغي حقه. اسمعوا الاستفاده كلشي ولا جاي عم عمو عم تعمتو. دابا حنا اللي مضرورين داروا معنا الحلول، الحلول ردوا لينا حويجاتنا عندهم واتفقوا معنا نهار اثنين نبداو نصيبوا في دوسياتنا، وكل واحد ياخذ استفادته. اللي عنده يخلص، اللي ما عندوش يتبع البنكه. احنا دابا يا من الاثنين غادي نشوفوا امورنا. احنا دابا حنا عطيناهم الكلمه وحيدنا، ونشوفوا تما الكلمه ديالهم ان شاء الله نهار اثنين. وكنطالبوا من سيدنا يشوف فينا، رحنا ضايعين بزاف وبغينا غير حقنا. قالوا لنا السلطات غادي يعطونا حقنا، هادشي اللي كنطالبوا. كنطالبوا من جلاله الملك هو اللي يوقف على الدوسيات ديالنا، هو اللي يدرس الدوسيات ديالنا. والله يرحم بها الوالدين وعاش الملك. حويجاتنا غيديهم لينا، وقال لنا الله يكثر خيره غيصايب لنا وريقاتنا. حنا سته العائلات في دار وحده، وكنا عائله وحده، فاميله وحده، الخوت والخواتات. ودابا حنا غادي نمشيو عند الله، حنا في الله ما عرفناش فين غنمشيو. الحويجات من غير حدينا حويجاتنا هي المهمه، هي حويجاتنا، وحنا يا رب عندنا فين غنمشيو. نطلبوا الله يدير لنا شي حل ان شاء الله فين نستقروا، لان ما غنبقاوش سردين، ما خدامين ما ردامين. قالوا لنا نهار اثنين جيو عندنا باش نصيب لكم الاجراءات ديالكم، وحنا دابا كنحيدوا في حويجاتنا وكنتمناو من الله يصوب. هذا هو اللي كاين. احنا دابا حاليا غادي نشوفوا فين غنمشيو، حتى وكان يصيبوا لنا وريقاتنا ويصيبوا لنا داكشي. هذا هو اللي كاين. احنا عندنا دوسي ديالنا، وهاد الناس المسؤولين هما اللي كاين واقفين في الامر ديالنا، وقال لك غتجيو لعندنا باش نصيبوا لكم دواسه ديالكم وما يكون الخير ان شاء الله. وكنتمناو من الله يكون خير ويكون كل شيء مزيان، والله ينصر سيدنا والله يطول عمره. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.